كلاكات هنصور دايما بنقولها في السينما، والسينما مهما يعني حصل هتفضل هي عين ومراية كده للمجتمع، حتى لو اتقدمت أفلام مختلفة أو أفلام بتناقش قضايا قريبة من الشباب اللي موجود، لكن تفضل السينما المصرية دايما عنوان كبير جدا موجود. نحاول طول الوقت نعرف ونسأل السؤال، هل السينما المصرية في 2023 قدرت تقدم شيء جديد، حتى لو كان كوميدي، حتى لو كان لطيف، حتى لو كان مختلف؟ نعرف التفاصيل. معايا على الزوم الناقد السينمائي مصطفى الكيلاني. مساء الخير يا أستاذ مصطفى. مساء النور يا أستاذ شفقي، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المصريين بخير، وسنة جديدة سعيدة عليك إن شاء الله. طيب أنا عايز أبدأ معاك كده وأقول لك، هل أنت شايف إنه السينما السنة دي قدرت يعني تقدم شيء جديد السنة دي؟ طبعا السنة دي في نقلنا لمرحلة مختلفة، انه في تنوع شوية. الدراما الاجتماعية، الكوميديا الاجتماعية بقى ليها مساحة. احنا بقى لنا كام سنة كده مركزين على الكوميديا صرف، من غير ما يبقى فيها جانب مختلف شوية، سمت مختلف كده. يعني ان السنة دي احنا عندنا مثلا فوي فوي اللي هو الفيلم اللي احنا مصر رشحته للاوسكار، ما يمثلها في الاوسكار، ووش في وش، الاثنين عندهم شكل مختلف عن الطابع الكوميديا اللي اتعودنا عليه خلال الكام سنه اللي فاتوا، اللي هي احنا بنسميها كوميديا مسرح مصر. السنه دي الموضوع افضل كتير، عندنا كوميديا اجتماعيه راقيه جدا، لطيفه جدا، فيها فكره وفيها هل محتوى. نقدر نقول هنا أستاذ مصطفى الكتابة اختلفت أو الكتابة بقت يعني أفضل؟ اختيار السيناريوهات بقى، اختيار يعني انا السيناريوهات ضد أفضل. فكره تماما ان احنا نقول عندنا مشكله سيناريو، او كما يقول الاخوه الفنانين ان مشكله ورق. احنا ما عندناش مشكله ورق، عندنا مشكله اختيار ورق. يعني مصر لم تعقم في 105 مليون بني ادم، طبعا عندنا كتاب وروائيين وفنانين في كل المجالات، تمام، وعندنا كتاب شاطرين جدا 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 جدا. احنا وعندنا ازمتنا الرئيسيه اتفضل انه دايره الانتاج في طوال سنين، مش انا مش هتكلم على دلوقتي، انا بتكلم من التسعينات، دايره الانتاج قللت مساحه كاتب السيناريو لصالح النجم ولصالح شركه الانتاج ولصالح المخرج. طبعا النجم رقم واحد، طيب لدرجه انه النجم بقى يتدخل في كل حاجه وفي الاختيار، أكيد فالاختيار بيبقى قاصر على افكار النجم لوحدها، اللي هو ممكن يكون ما بيتفرجش، ما بيشوفش، ما بيتابعش، مش قادر يستوعب متغيرات الناس والجمهور والسوق، فبيفضل اختياراته تبقى ضعيفة جدا. إنما طبعا لما نبقى عندنا وعي بقدر كبير، وده اللي حاصل حاليا، فالشركات بدأت تغير من أفكارها وحولت الموضوع إنه لا، إحنا الأولوية للسيناريو، فكانت النتيجة زي ما حضرتك شايفة إن إحنا بقى عندنا أفكار جديدة. بقى عندنا يعني تنوع. مش طيب بس على الكوميديا انا الاجتماعية. هرجع هنا اخدك للتنوع استاذ مصطفى واقول لك انه كمان بقى عندنا الناس بقت حريصه، زي ما الناس كانت بتدخل السينما عشان نجم معين وشايفه انه بينجح وبينجح تلفزيون فيحقق نجاح كمان في السينما هو نجم سينمائي. انا بتكلم على مثلا زي النجم الكبير كريم عبد العزيز اللي حقق الحقيقه كنجم شباك رقم مختلف في 2023. ده طبيعي. كريم ممثل بيحاول يغير من جلده طول الوقت، بيحاول يقدم افكار جديده طول الوقت، ما ربطش نفسه بالكوميديا والحاجات اللي قدمها في اول بداياته كبطولات، لا، طول الوقت بيغير، يعمل الفيل الازرق ويعمل حاجات تانية، طول الوقت عاوز يقدم حاجه تنوع مختلفه. صحيح. بالظبط كده. فلذلك ممكن فيلم مثلا ما يجيبش صدى كويس قوي، لكن افلام تانية تجيب. ليه؟ لان هو طول الوقت بيغير، طول الوقت بيقدم جديد، طول الوقت عاوز يشوف كريم جديد، هو نفسه عايز يشوف كريم جديد. وبيت الروبي هو كان الأعلى في الإيرادات كمان يعني في بالنسبة بالظبط كده، بالظبط كده. وحتى فكره اصله قال الفيلم بتاعي لوحدي، فمش هجيب بطل تاني معايا، لا، كريم صحيح. عبد العزيز جاب كريم محمود عبد العزيز اللي هو برضه بطل، وكان ليه اول افلام السنه كان اللي بتاعه اللي هو شلبي، وحقق نجاح كبير جدا.
فيجيب كريم محمود عبد العزيز معاه ويكون معاهم نور وطار عماد ويعملوا فكرة لطيفة جدا بتتكلم على حدوتة السوشيال ميديا وتبعات نشر حياتنا الخاصة على السوشيال ميديا وشغلانة الانفلونسر دي. ففعليا صحيح. الحدوتة لاقت إعجاب عند الناس لأن هم شايفينها في حياتهم لا بشكل لان يومي. هم عايشينها كمان. طيب هنا هيخليني اسالك سؤال كمان استاذ مصطفى. اذا زي ما انت قلت هناك تنوع، هناك اهتمام بالموضوعات زي السوشيال ميديا اللي مأثرة، فاذا التنوع الاجتماعي والموضوعات الاجتماعيه. طيب تعال نرتب كده، قول لي ايه اكتر الافلام اللي ترتيبها كان عامل ازاي من حيث النجاح؟ من حيث النجاح ولا من حيث القبول الجماهيري ورأي الشخصي؟ من حيث النجاح النجاح، النجاح الجماهيري بتحسبه يعني الدرجات. اللي هو الأقرب إلى الجمهور، يعني ما هي أكتر الأفلام اللي كانت أقرب إلى جمهور السينما؟ الأقرب إلى الجمهور من وجهة نظري من شفته في السينمات كان بيت الروبي، تمام. بعد كده كان وش في وش، بعد كده بمسافة شوية فوي. في عندنا افلام اللي هي بتنزل بقى في الموسم بقى اللي هي ايه، البعبع وتاج وكده. فالافلام دي لانها بتنزل في موسم العيد فطبيعي يبقى ليها ايرادات. طب بالنسبة لكن لشماريخ، لأنه شماريخ يعني اختتم الموسم تقريبا. شماريخ يعني عمرو سلامه يعني ما قدرش يحقق المعادله لا فنيا ولا جماهيريا للاسف، فما ما الجمهور ما حبوش. بس مثلا الجمهور حابب ده مناسب جدا، يعني احنا لسه كنا مع كذا حد بيتكلم يعني للاسف في البوكس بوب الناس متخيله ان فيلم عمهم انتاج السنه دي وانتاج طبعا 2022. صحيح صحيح. وبالمهم هو فيلم برضو عمهم خلينا نتفق، حب الناس للزعيم عادل امام بيخلي برضو قبول محمد امام اسرع، يعني في بالظبط كده بالظبط يعني احساس، يعني ده ابن الزعيم يعني حبيبنا يعني. بالظبط بالظبط يا وده ريس. لا ينقص يعني طبعا من مجهود محمد امام يعني وقبوله عند اللي الناس. بيحاول يقدم، بيحاول يغير برضه، بيحاول يقدم افكار جديده. وابو نسب اهو محقق نجاح يعني على ما اظن في الايرادات، رغم انه نازل في توقيت صعب برضه، توقيت نهايه السنه واحنا في اجواء ما زالت الناس متاثره بالحرب في غزه وما زالت الحرب مستمره في نفس التوقيت في وقت امتحانات. لكن تخيل ان الفيلم برضه محقق نجاح في السينمات بشكل كويس ومحقق ايرادات كويسه. السنه دي كمان في عايز اتكلم على حاجه برضو يا فندم، ان في تجربه تانية كده ايه بداناها ومكملين فيها، تجربه انك تقدمي شباب ما عملوش سينما قبل كده بس عندهم مساحه ان هم يبقوا موجودين ومنتج يغامر بيهم وشركه توزيع تغامر بيهم، زي فيلم مثلا خمس جولات بتاع ادم الشرقاوي ونور النبوي. اللي هو نور النبوي تمام نزل له فيلم في اول 2024 برضو اللي هو الحريفه، برضو أكيد. مجموعه شباب. ربما أستاذ مصطفى تكون هذه التجارب هي تجارب العام المقبل 2024، بالظبط بالظبط. نشوف انا بفتح الباب، في اتجاه تاني يعني. بالظبط، انا بفتح الباب، بفتح الباب لافكار جديده لشباب جداد. يعني زي ما في الـ في الـ في الدراما التلفزيونيه على منصه واتش صحيح وبالطو بعصام عمر صحيح. ومعاه بلطو عمل مجموعه نجاح عمل كبير. مفاجاه غير عاديه، تمام، لدرجه ان منصات اخرى عربيه حولت مسلسلات كان عصام عمر فيها صاحب دور صغير يعني، فحولت ان صوره الافيش المسلسل على المنصه يبقى صوره عصام عمر. ده نجاح للشركه المتحده ونجاح لواتشت أكيد ونجاح أكيد. للناس اللي عاوزه تقدم افكار جديده وشباب جداد بتجدد دم السينما، وده أكيد المهم اللي حاصل بجد يفضل. دم بص خلينا السينما. نتفق أنا وأنت، يفضل الإبداع موجود في مصر بلد المبدعين، وتفضل السينما وموضوعاتها هي بنجاح الموضوع ونجاح يا السيناريو أستاذ هي خالد الأقرب، وهي النجاح من الشباك طبعا. أكيد. طبعا بشكرك يا شكرا أستاذ، جزيلا علشان الوقت. أشكرك شكرا جزيلا الناقد السينمائي مصطفى الكيلاني.